ألو، معكم البابطين الثقافية، نحن على تواصل. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج على تواصل، ومن خلاله نمد الجسور مع الشعراء والأدباء في كل مكان أينما كانوا لنتصل بهم ونتعرف على آخر أخبارهم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. ضيفنا اليوم الكاتب غانم البجيدي من السعودية. غالبا ما تكون البدايات بالنسبة للأديب أو الشاعر مهمة، وفيها حكاية قد يستفيد منها الراغبون بدخول عالم الأدب أو الشعر. حدثنا عن بداياتك، كيف كانت؟ بداية الأمر كنت فقط محفزا للكتاب بحكم امتلاكي لعدة منصات، ابتداء من المنتديات ثم مجلة مطبوعة ثم صحيفة إلكترونية ثم دار نشر. ومن خلال هذا التحفيز كان يتردد سؤال: أنت ماذا كتبت؟ فخذت تجربة الكتاب، والحمد لله أعتبر بداية مشجعة ومحفزة للمزيد من الكتابات وفي عدة مجالات مختلفة إن شاء الله. بالتأكيد إصدارات الشاعر أو الأديب هي تتويج لرسالته في الحياة. ما الذي تود أن توصله للناس من خلال إصداراتك؟ ونود أن نستمع إلى نبذة عنها بشكل مكثف. الكاتب غالبا ما يرسخ في ذهن القارئ أفكاره حتى لو لم تكن مقصودة، فمن خلال تجاربه وقراءاته ينقل لقرائه هذه الأفكار. بالنسبة لروايتي وهي رواية ستأتيني رجلا، سلطت الضوء على حقبة زمنية من تاريخنا والأحداث المصاحبة وطريقة المعيشة حتى يعلم القارئ صعوبة العيش في ذلك الوقت وما نحن به من نعمة. فالرواية كانت تتحدث عن شاب عاش في بداية تأسيس المملكة العربية السعودية في منطقة الجنوب تحديدا، رغم أنه ليس من أهل الجنوب، ولكن طبيعة عمل والده في السلك العسكري جعله يتنقل بين عدة مدن في منطقة الجنوب. ومن خلال مشاهداته هذا الشاب يصبح له طموح بأن يكون عسكريا ويعتمد على نفسه، فتحقق له ما يريد في نهاية الرواية. وما الذي تحضر له الآن من أعمال؟ بالنسبة للأعمال القادمة إن شاء الله هناك عدة أعمال، منها كتاب يتحدث عن بعض الأحداث في التاريخ لم يسلط الضوء عليه بالقدر الكافي رغم أنها أحداث مهمة وغيرت مجرى التاريخ. جمعت هذه الأحداث من عدة مراجع بصياغة حديثة تكون قريبة من فهم القارئ وبطريقة جاذبة إن شاء الله. كذلك هناك رواية تتحدث عن الأحداث في العصور الوسطى في أوروبا وخاصة الصراعات على عرش الإمبراطورية الرومانية. من خلال تجربتك، ما المقترحات التي تقدمها للراغبين بدخول عالم الأدب أو الشعر؟ اقترح أهم نصيحة لكل من يريد الكتابة بشكل عام أو كتابة الأدب والشعر بشكل خاص، أن يتعلم مبادئ اللغة العربية بجميع فنونها. فالكاتب يكتب باللغة العربية الفصحى، فإن كانت لغته سليمة يكون تجاوز أكثر من 70% من نجاح كتابة. فإكثاره من القراءة يقوي محصوله اللغوي، وخاصة قراءة القرآن الكريم فهو الأكثر فصاحة ومرجع علماء اللغة بالفصاحة، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفصح العرب، ثم كتب الشعر العربية القديمة ثم الحديثة، وبذلك يكون عنده محصول لغوي يساعده في الكتابة. أشكر الكاتب غانم البجيدي، كنت معنا ضيفا عزيزا على قناة البابطين الثقافية. أشكرك وأشكر قناة البابطين الثقافية على إتاحة هذه الفرصة. وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.